دكتور عماد، كان من ضمن الحاجات اللي أثيرت وعملت لغط كبير جدا ان الدكتور عماد مدير التنفيذي للنادي قرر الموافقة على تقسيط عقوبة كهربا، وابتدت السوشيال ميديا تتداول هذا الخبر. والله هذا الكلام عاري تماما من الصحة، ولم يحدث ولم يطرح وغير منطقي. غير منطقي لأسباب كثيرة جدا. أولا أنا بقول لحضرتك النادي فيه تعثر مالي، تمام، والنادي فيه مراعاة لجماهيره، مراعاة لإدارته، مراعاة لعدد من الأحداث المحيطة بيه. فإزاي يطرح ملف زي ده؟ لم يطرح ولن يطرح، ويترك الأمر لمجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية في ذلك. صحيح صحيح. طيب يعني كمان فكرة عدم ان انت محايد، انت مش منتمي ولا زمالك ولا اهلي، حضرتك كمان مش عضو في النادي، هل ده قانونا يسمح بتواجد مدير تنفيذي في فترة معينة دون ان يكون عضوا في النادي وحضرتك استاذ في الادارة؟ ده شأن طبيعي اي من العاملين في المراكز، يعني ممكن يحصل اعلان في الاحوال العادية، مجلس ادارة نادي اكس يطلب مديرا تنفيذيا للنادي. لا يوجد من اشتراطات التعيين نهائيا انه يكون عضو في النادي، بالعكس. ده في حاجه مهمه جدا، الوظيفه دي او التاسك ده او المهمه دي من الافضل انه ما يبقاش عضو في النادي عشان يبقى محايد وعلى مسافه واحده ما بين كل الناس. والا لو كان عضو في النادي هيسيب مقعد الاداره التنفيذيه ويقعد مع الاعضاء في المطعم او الكافيتريات او يتمتع هو واهليته او عائلته في مقررات النادي، الكلام ده مش منطقي خالص. الكلام دائما بيقول ان المدير التنفيذي بيتم اختياره من جهه الاختيار كي يدير شؤون النادي مع مجلس اداره النادي، ده في الاحوال العاديه. طبقا لصحيح اللائحه وبعد اللي حصل من استقالات لمجلس الاداره واستقالات الثلاثة اللي كان منوط بيهم إدارة شؤون النادي اللي هو المدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي والمدير المالي، استطاعت الدولة إن هو ممثلة في الجهة الإدارية المختصة إن هم يعينوا مدير تنفيذي ومدير، يعينوا يعني يختاروا، هي مش وظيفة. يعينوا مدير تنفيذي، فانا يعني انا كنت ليا مناصب دوليه او محليه او افريقيه، فانا يعني مدير تنفيذي طبقا للمسمى اللي موجود في اللائحه. ومدير مالي طبعا الاستاذ احمد فؤاد الوطن، يعني شخصيه ماليه واقتصاديه رهيبه يعني. ومدير نشاط رياضي زي كان موجود الكابتن ايمن شعراوي. فرفعت الجهه الاداريه المركزيه المختصه ان هي تختار الثلاثه عشان يديروا طبقا لصحيح لاحد الاستشاريه والقضاء. وده اللي بنعمله. طيب المهام اللي عندنا ايه؟ المهام اللي عندنا فعلا في النادي احوال داخليه وخارجيه، في احوال في موسم انتقالات، في احوال لشؤون اللاعبين، في احوال الالعاب المختلفه مع الاتحادات، في احوال يعني عاوز على سبيل مستحقات اللاعبين اللي موجودين، في انتقالات، في عندي اعراض، في عندي ان انا اوصل بالقائمه للاعبي الفريق الاول نادي الزمالك اللي عاوزينه المدير الفني الاجنبي مع مدير الكوره الكابتن عبد الواحد السيد، يعني عاوز يعمل اعارات لبعض الناس عشان يجيب حد عشان يقدر القائمه بتاعته تبقى هي اللي ممكن بيها يحققوا الهدف اللي هم منشود ان هو يعمل افضل النتائج. طب ده لو ما حصلش والعدد اللي موجود دلوقتي اكبر، ممكن اللعيبه لو ما سجلش او ما سجلش العدد، ما يسجل العدد المطلوب، في لعيبه هتبقى مش موجوده، هتبقى حره. طب ما النادي يستفاد بيهم. الحاجه الثانيه، عندي مدربه من البرازيل كان تم التعاقد معاها وباقي على مستحقاتها 2500 دولار وتذكره الطيران. بعدت وقالت يوم الخميس لو ما بعتليش تذكره الطيران وباقي فلوسي انا التعاقد بالنسبه لي هيبقى مفسوخ طبقا لصحيح التعاقد اللي تم. طول ندبر عشان تقدر تيجي، والنهارده عملت على كل السوشيال ميديا وعلى كل المواقع انا جايه مصر، وتم انهاء كل المستلزمات ان انا ابقى موجوده في النادي. الحاجه الثانيه يا كابتن خالد، مهمه للجنه ثلاثيه لاداره شؤون النادي خلال فتره معينه. كان لازم نفصح من اول يوم ان احنا مهمتنا
ليست سنة وليست ستة أشهر وليست مدة مفتوحة، ولكن من أول يوم، من أول قرار، إحنا لازم نحط الإجراء الصحيح للدعوة الجماعية عمومية انتخابية، ونعملها بالأسس المرعية حتى لا يحصل فيها أي نوع من العوار. تمام. بعدين بيستدعها حاجة مهمة جدا، الموضوع تنقية العضوية. من أول يوم جاء فريق كامل لتنقية العضوية. وتنقية العضوية احنا عندنا في النادي في إشكاليات كبيرة. لازم الناس كلها يبقى عندها العلم ان انت عضويتك باقي عليك مستحقات كذا، علشان تقدر تخش تتمتع كعضو جماعي عمومي لاسباب الانتخابات. وتدلي بصوتك يعني. وتدلي بصوتك. لازم ان احنا الكارنيهات الخاصه بدخول لازم دي هتتم، ودي مع احد الجهات الراعيه لكارنيه النادي بيتم الاتفاق عشان نبقى الكارنيهات مؤمنه وممكن يخشوا بيها في العمليه الانتخابيه. الاشراف القضائي التام بالتنسيق مع الجهه الاداريه المختصه والجهه الاداريه المركزيه. المختصة يعني مديرية الشباب والرياضة، المركزية وزارة الشباب والرياضة، المخطط وزارة العدل، لتحديد الهيئة القضائية اللي هتيجي تشرف إشراف كامل وتام على العملية الانتخابية from A to Z. وننحى نفسنا جانبا الثلاثة اللي ذكرتهم، الإدارة التنفيذية، النادي في تلك الفترة، ونسيب الأمر للإشراف القضائي التاني. تمام. طيب فترة مهمة تنقية، بعد قلنا تنقية العضوية، وقلنا نقول للناس ونعلنهم بخطابات مسجله او باحد الوسائل ان عشان انت عندك في جمعيه عموميه لازم توفق الاوضاع خلال الفتره المعينه. عندنا بعد كده بعد تلقي اوراق الترشيح مكان في النادي معلن ومفتوح وعند اقرب بوابه وامامه مكان فسيح مظلل والامان المكان لائق لتقديم اوراق الترشيح. بعد كده بيبقى فيه فحص اوراق الترشيح طبقا لصحه القانون، ودي هتبقى فيها شخصيات محايده تماما معلنه، كل حاجه هتبقى معلنه في النادي، معلنه. تمام. في الجرايد، معلنه على الابواب ان شاء الله. تمام.